هذه واحد الشيخ لاباس به في متوسط العمر من 60 للـ 65 هذيك المضارب ضناية تحت الثنسة ذر طاشمة اللي فوق 18-22 ايكيب في الهول راك عارف حالي لو زيد شقال له اعطيهم لي مع بعضهم وحسبهم لي سووا جملة قال له لا نعطيهم لك ترانسبور عليك حيعرفهم الشيخ ذاك راني نقول لك راس معلول قايله قايله ما يبدلهاش بالرزق قال الحاج راه الرزق حالي الزوج يقول لك بعد العصر الحاج جنة راه فتحوا عزوج بعد العصر راني ندخل متول انا نورمال قايله ما تلعبلوش بها طول لازم يقيل ما بيهاش اي راك عارف الصيف اوت سخانه البرا 200 ميتين راني نقول لك القراب جناح طاير به وجناح يظل سخانه مريحه في الظل في الصيف هذاك تجي عقب تلقى السخانه قاعده لابده هكا ظل يسخنها نوضي تقول لك ها بعد العصر شنو نعرف شلياطي شلياطي الارض حاميه السماء حاميه جو حامي القاشي حامي اللي تهدر معاه يشعل فيه سخانه شويخ مقيل في الهور راك عارف الدراري نهار مجموله البنات بالذر بالانساب بالكنين الهراج في الدار شيخ دار هاك دار هاك دار هاك شد راسه وقطع روحه بالوسادات قطع الوسادات قطعه تقمقل دار هاك والو طار عليه النوم ريح في بلاصتو وقعد يسخر يا سيدي ذا الميمون لك حالا لا مش راني ندير نوض نشدها على بعضها بالعصا امرين الكبير عاقل الصغير ما هو عارف والو الطفله ما عيب تضربها الزوج هاي في حليلها وش ندير راحت وجات تفكر باللي متكي على 300 حجره مدرك بها على هو 300 مليون قهر هكذا قلبه قريب فوق بعضها بعض يا بوي قال لك المال ما يكون الارض خاسره انا عليه ما نخبطش الوجمه ونحيي فيها الروح بشوي ما بن وندسها قل القايده مقيل وقادر يزيل مع اولادي يلعبوا ياكلوا بعضهم الا اشتهوا انا نقيل في لوجمتي وبعد العصر نقضي صوالح كيما كان الحال يخبط لوجمو افدو في التروازيام فوقو غا الكاتريام حيه فيها الروح بواحد العشرين بلازما وكذا وامور ريقل الامور زين ريشها زينه في سامسونج ومقيل يدخل ليها نهار الخميس النهار الاول راني نقول لك قطص على الوحده ونص ومال في نوض الرابعه ونص الفطنه اللي تجيبو السته هذه جنه في طروازيان جنه قيمة هاك الجنه ب 160 الى عينك مستمزيها غدوه الخميس راني نقول لك تقدى بكري جا رايح للجامع جامع جايه في طريق اللوج ما قال لك هذيك ندهمين السمات في اللوج مو درس حاجه راني حافظه وندخل قام الخطبه ومقيد لذان وين علي اذن سيد بشير الفطنه اللي تجيبو سالي يذن في العصر عارف باللي سالي سبيسياليتي عصر ما فيها سبيسياليتي ربع ونص لقى روحو مذاقها الجمعه هذيك والله يا جنه قد وهر اصلا اي المهم نهار السبت يجي جارو اللي فوقو جارو ثاني طاش ما نتهدر الشيخ يدخل الوحده ونص قال عافيه الزوج قلات فوق السطح هذاك الدقربيع الطالون الكر تاع البيبيات الفريجيدات عاودوا المابل جايب ماسو سيد مطلع بوك لا تنحلو بحر واحد من ولاته عنده موطو وكابري فيها في الهول خلات فوق راسو راني نقول قلاه يقلع عليه شد هاك ذراري لحقوني وجني العياش راهو الفوق من اخزر او انا اطلع للسيد ما فيهاش يجي طالع قرب فتح له جارو الباب السلام عليكم عليكم السلام وش تحوس قرب قال له ابني انا جارك اللي تحت ايه عارفك جاري اللي تحت واسط الراس اقساني سيد كل ما عرفتكش انت نقول له ما يبيع لكش اشتها قال له ودي والله راني كنت مقيل وحقرك عارف راها الزوج شني الزوج يتفرج على دي كاساندرا انا ما كانش رانا كومبلي ما فيها لا ابني قال له ما شاء الله لي كاساندرا انا راني قلت لك وانت هداوني نسمات شوي كيفان هداوك قال له الدراري الله يبارك بسلامة من عاشتين عندك اه وكان وش ما يزك وانت تحبسهم من قيد ندير لهم بوزا نعلقهم قال له الشيخ راقد الحاج راك شاري لوج ما ماك شاريهم في زوج ذراري هذو هما وهذو هما الواجم
الفوقاني دردز تحتاني وتحتاني اللي تحته وتحتاني قاعد يدردز على الارض ويخبط له الباب في وجهه لصق له الباب هنا هذه كيما هكا يهبط من عنده طول الالكتروميناج يخبط له سبع فورنيات تاع غاز دوفيل دي لونغي وثمانياتي وعشر متر تيو ويطلعها من اللوجما ثلاثة ونص في شومبرا وثلاثة ونص في شومبرا النص مصدوا له هاك البلافو ويشعلهم ويزيد لهم في السات ويسكر عليه الباب ويفحت نص ساعة تقلع عليه اللوجما سيد لي الفوق جماعة عادوا يمشوا على روس أصباحهم راك عارف اللي ما عنده صالحة قاعد في الكنابلي واللي عنده صالحة يقضيها بالقوطي طالع فوق القوطي راني نقول لك ويمشي يسحب قلاهم نوض لهم الكوشة في الكاتريان المهم راني نقول لك الأزوج هذيك طيب المطلوع قفو كارلاي المطلوع تحورقها قد تلقى عليها تسحبها لك الهوكي تاع المطلوع في الكارلاي راني نقول لك جماعة قرمشوا واشعالوا سيد خلاص بالقوطي بسيب بخرج ربع أيام ويحوس عليه لقاه يا الحاج قالوا والله الله الميكروويف راك حرقتنا الله الله قالوا نقصنا في السخانة شوي قالوا والله غالبا ما نقدرش يا المعلم قالوا رانا طبنا رانا هذه اللواجم تحتاني شعل الفوقاني والفوقاني اللي فوقو وانت حمينا السماء وقفط له الباب اتنقل راني نقول لك الجماعه هذوك من بعد ضرب عليهم الريح طابوا قبره وبالعافيه